حضرتك اللو تي في، حابين نتعرف على حضرتك. اهلا بيكي واهلا بلو تي في، وشكرا على الايفنت الجميل ده. انا عمر المعتز معبد، بشتغل في مجال القانون من حوالي 22 سنه. عندي مكتبي الخاص حاليا، بس عديت في مراحل كتيره جدا في مجال عملي. اشتغلت في النيابه العامه والقضاء، اشتغلت في مكاتب المحاماه الدوليه في مصر، درست في الجامعه الالمانيه لمده 9 سنين، وسافرت برا مصر وقعدت برا مصر فتره مع الشركات الاجنبيه، وحاليا في مكتبي الخاص. ايه اللي خلى حضرتك تاخد ستيب ان انت تفتح مكتب لوحدك؟ والله الحقيقه دي ستيب جت متاخر شويه، انا كنت عايز اعملها من سنوات طويله لكن ما كنتش جاهز ليها، وحاليا لقيت نفسي جاهز ليها فاخدت القرار ونفذته. هي تعتبر خطوه متاخره شويه لكن اتمنى تكون ان شاء الله ناجحه، ونقدر ان احنا نفيد المجتمع بخبرتنا في القانون. طب ايه المشاريع اللي المكتب شغال عليها دلوقتي، وايه المشاريع اللي في المستقبل اللي ناوي يشتغل عليها ان شاء الله؟ هو اساسا في تو مين فولدز لشغلي في المكتب. اول فولد انا بشتغل كوربريت وكل ما هو مرتبط بالكوربريت، والفولد الثاني فضل منازعات. انا اشتغلت كتير في المحاكم وقضايا، فهاخدها بابروتش جديد، ابروتش مختلف، هدفي فضل منازعات في مهدها قبل ما تطلع للمحاكم، عن طريق تقديم الاستشارات والحلول القانونيه اللي من شانها اذا الاطراف اقتنعوا بيها تفض النزاع ما بينهم بصوره متحضره وصوره وديه زي ما بيقولوا، بعيد عن اروقه المحاكم. فدول طول المحورين الاساسيين اللي انا ناوي اشتغل عليهم ان شاء الله. طيب ايه رايك حضرتك في الايفنت كاول ايفنت؟ جميل والمكان رائع والجو جميل النهارده الصبح، وانتم الناس ما شاء الله عليها منظمه ومحترفه، والحضور جميل والتوبكس كويسه جدا، وشايف ان في افاق جميله لدلو ماجازين ان هي تتوسع وان هي تحقق حاجه ايجابيه بالنسبه لمجال القانون في مصر وبره مصر. طب ايه راي حضرتك في اول قناه متخصصه في مجال القانون، لو تي في؟ لو تي في اعتقد هي ممكن تضيف اضافه لصناعه القانون في مصر والعاملين في مجال القانون، وبالاضافه اليهم الغير عاملين في مجال القانون اللي هم دوله الكلاينت بتوع القانون، هم دوله المحتاجين يفهموا يعني ايه قانون وايه فايده القانون في المجتمع، وازاي القانونيين يقدروا يفيدوهم في حل مشاكلهم اللي بتواجههم في المجتمع. فشايف ان قناه ذا لو تي في ممكن تكون نوع من انواع البنتريشن للمجتمع في الحته دي، وايضاح امور كتيره جدا المجتمع ما عرفهاش عن القانون. طيب ايه راي حضرتك في الليجال كوميونتي اللي احنا وصلنا له دلوقتي في مصر عامه؟ ولا انا شايف ان في تطور في الليجال كوميونتي وفي اللو جراديويتس بصفه عامه. شايف في كاليبرز طالعه بقالها فتره، يمكن من بدايه لما اتعملت كليه القانون باللغه الانجليزيه في جامعه القاهره، الخريجين على مستوى عالي جدا من الفهم للغه والفهم للقانون والمتطورات اللي موجوده في القانون، بيتمتعوا بذكاء وقدر معين من الذكاء يؤهلهم للعمل في المهنه دي. فشايفها مبشره ان شاء الله، بس بمساعده لو ماجازين نقدر ان احنا نوصل صوره جميله عن القانونيين والقانون في مصر. شكرا جدا لحضرتك. شكرا.